وصعب عليك تقول يا آخر العنقود، صعب عليك تقول يا آخر العنقود، ويصعب عليك تقول يا آخر العنقود. لا 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 أنا بتصل بالشرطة. لا يبا طول بالك، خلنا ننتظر شوي. ما يخالف، أنا الحساب معاه لرد البيت. بصراحة ما قدرت أقعد في البيت يا أخوي من الدوشة اللي عندهم. والله صادق يا ماجد، كفاية كفاية دوشة الزباين. أي والله. شغوان حمد؟ حمد قاعد وياهم في البيت ينطرون طلال. ما سأل عليه في النادي؟ اسألوا، قالوا لهم طلعوا يا وليد وياهم واحد ثالث، والله ما أدري منو يعني. كيف هم ليلة الحين ما ردوا؟ بصراحة أنا أقول يعني مدامه ويا وليد أنا واحد مطمن يعني. إيه بس أكيد حمد مو مطمن لأنه أخوه موجود مع وليد. إيه هو بصراحة يعني ما قال كذي بالضبط. اسمع، تلقى تضحك علي، أنا عارفك زين. يا جماعة يبا خلونا من هذه السوالف، يبا خلونا نستانس. يا خلاص ذا الحين وقت الشيشة. سلامة يا بنتي وانتبهي لنفسك. مع السلامة. أمورة بنت يامن، ها؟ عقدم. لما كانت والدتها على قيد الحياة ما كانت كذا. وهم مصيرها تتزوج وتبتعد عن أمها. بس يعني شعورها أن أمها على قيد الحياة هذا يكفي. هو أحسن علاج لها أنها تتزوج. صحيح، أنا كلامك هذا أوافق عليه 100%، لكن لا يمكن أجبرها على الزواج. بعدين أنا عيالي كلهم معودهم أني ما أتدخل في أمورهم الخاصة بتاتا. أحسن لك، على الأقل تقدر تتفرح حق نفسك وحقي أنا بعد. سامحيني يوم، سامحيني لأني طلعت معاها، لكن تأكدي أن ما حد راح ياخذ مكانتك بقلبي أبدا يما، ما حد راح ياخذ مكانتك بقلبي. سامحيني يوم. لا انا قلبي حاس انه صاير في شيء. لا عفا الله عفا حمد، لا تقول شيء كذي يا ابو حمد. حمد قم يا ولدي، قم الله يخليك، دور على اخوك، ريح قلبي الله يريح قلبك. يمه وانا دوره في هالليل وين؟ وهذا ماجد راح عند عادل ولا رد علينا، اكيد انتهى وياه وتجارته.
انا بتصل بالشرطه. ايش رايكم اوريكم فيلم على مستوى مدام ابو عادل ومرته برا البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استريح هلا ببوي. هلا عساك مرتاح يا ابو. هلا لا استريح استريح، خذ راحتكم، البيت بيتكم. ايش رايك تقعد معنا يا نسيب؟ خاف الله يا رجل، انتم شباب والسن لا احكام. خلونا احنا العيال للقعده. الظاهر الوالد كبرك بسرعه يا وداد. الله يهداك، انت ما سمعت المثل اللي يقول عمر المرأة يقاس بعمر زوجها؟ انا اول مره اشوفك، من انت ولده؟ هذا يا ابوي ماجد، مندوب جديد معانا بالمؤسسة. انت ولد ابو حمد صح ولا لا؟ بالضبط طال عمرك. ايه والنعم. على فكرة الوالد ابو فيصل زاروني في البيت. الوالد ياك؟ تناقشنا وتزاعلنا وتصالحنا، والسبب عيالنا هالصغار هذول. اليهال؟ ايه ايه، وليد وطلال ووائل. يلا يا جماعة تصبحون على خير. وانت بالاهل يا امي. ردي علي امي، ردي علي. يبا يبا تماسك، خليه مالك بالله قوي. يا ولدي مهما كان انا ريال واتحمل الصدمات، الحمد لله الحمد لله انه عايش. يلا يلا خلينا نروح للمستشفى. ولدي 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 طلال بيشوف اللي صار فيه. ولدي يا محمد يا محمد، ولدك بخير ان شاء الله، وخلي عنك البكي بس. يبا يبا يمه، انتوا خليكم هني وانا وانا اروح المستشفى اطمن عليهم. ايش فيك انت؟ عبالك انا يهدالي بال قبل ما اطمن على ولدي واشوفه؟ وانا بعد ابين معاكم. الو سعد، خير؟ حادث سيارة؟ زين زين خلص يلا مع السلامة. عادل عادل قوم قوم بسرعة، الله يخليك، أخوك وليد بالمستشفى. قوم عادل. مستشفى؟ منو هذا اللي بالمستشفى اللي ما قدر ينتظر للصبح؟ صح صح معاي شوية عادل، سعاد اتصلت وقالت ان وليد مسوي حادث وهو الحين في المستشفى. وهي كيف عرفت؟ طلال اخوها كان مع وليد بالسيارة، ووائل بعد اخو فيصل. ظاهر الأشقياء ثلاث راحوا فيها. ألو أسمعك يا أمل. لا ما أقدر أقعدة، أبوش تعبان وخاف يتفاجأ بالخبر وصل له شيء. مع السلامة. فيصل 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 فيصل، قوم يبا بس شنو قومي. ايش عندك مقعدني من الصبح؟ الله خير الله يهديك، ما تقدر الصبح روحك للشاي؟ وانا ما استانس من الشاي الا ليش شربتيه معاي. يا ريال يا ريال، خلفي قلبك شويه رحم، انت تعرف انا حامل وما نمت طول الليل. ما نمتي طول الليل؟ من يقول؟ بطيتي اذني من شخيرك وما نمتي؟ قومي زي قومي ولي يرحم والديك، كله ما نمت وما نمت. بعدين انا ما قلت لك ما قلت لك اجرار التليفون لا تسكرينه، يمكن حد يتصل بينا بالليل. مرة من يطلبنا تالي الليل الا اقول انت تحب الازعاج. انا احب الازعاج؟ الو ايه 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 نعم انا ايه ايه نعم ها زين زين على امرك ان شاء الله، مسافة الطريق وانا عندكم ان شاء الله، مع السلامة. فيصل من كان على التليفون؟ ما تحكى؟ انا اروح المستشفى ومن ارجع اقول لك كل شيء. شنو؟ مستشفى؟ ايش صاير؟ يا
يا رب ستر. سلامات يا طارق. خطاك الشر يبا انا والله بغيت اموت يبا انا. يا رب بسم الله عليكم. والله بغيت اموت يا جماعه يا جماعه. اولادكم ما فيهم للعافيه، مجرد كسور بسيطه راح تلتم على الايام. ان شاء الله راسي اول استاذ عطيب راسي دكتور ما في للعافيه راسي اول كل شيء بسيطه ان شاء الله بسيطه. سلامات يا يبا. سلامتك يا ولدي. الله يسلمك. راسك يعورك؟ ما يعورني حيل عالي، ما قصالك ما قلت يعورني راسي. انا خبرت اخوك لكن افضل النوم عليك، مرت ابوك ما رضى تقعد الوالد، خايفه على صحته. وانت بعد كان مايت يبرك. وائل الحمد لله على السلامة. يما خطأك السوي يما، قول لي ايش فيها ايدك؟ ايش قال لك الطبيب؟ قول لي ايش قال لك؟ لا تخاف يابا، انا ما فيني شيء. اسمعني زين يا ابو فيصل، ولدي وولدك ضحية ولد ابو عادل. وليد ما له شغل باللي حصل. انت تدافع عنه وطلال يدافع عنه؟ ما تقولون لي شنو سالفتكم؟ الاهم يا استاذ حمد شو اللي مخلي هذول الشباب سهرانين لاخر الليل؟ طيب الشباب وبسن مراهقه؟ عفا عليك، هذا كلام واحد استاذ مربي فاضل مثلك تبرر فعلتهم هذه بطي الشباب؟ واحنا شبينا دكتور؟ إذا كانوا أولياء الأمور نفسهم مو قادرين يحدون من طيشهم. أنا بحاول بقدر المستطاع إني ما أخليهم كثير بالمستشفى علشان ما تفوتهم دروس كثيرة. يا ريتكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هاي دكتور. حياك الله. يا حياك الله، تفضل. يا الله. طمني يا دكتور. لا لا، الإصابة سطحية والحمد لله، ما في شيء. الحمد لله رب العالمين على كل حال. إلا ما مرك أبو فيصل. مر، لكن ابو وليد وينه؟ بنته موجوده، ممكن تستفسر منها من اي شيء. هو مهتم بشيء حتى يهتم بولده؟ يبا الله يهديك، مو بوقته. الافضل انكم تجتمعون مع بعض وتحلون مشاكل اولادكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. شلون ولدك يا ابو حامد؟ ما قصر ولدك وليد؟ بغى يطيره من يعدين؟ يبا الله يهديك، مو بوقته. انا كله اقدر اقول عليه انهم بيظلوا مده اسبوع بالمستشفى، وبعدين اقرر موعد خروجهم. انا رايح مدرسه وراح اطلبهم اجازه مرضيه. تعرفون شيء؟ سلامتك يا ولدي. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه، الله وياك. انا من رايي يا جماعه انكم تجتمعون مع بعض وتحلوا مشاكل اولادكم بنيه صادقه. اسمعني زين يا ابو عادل، شوف لك طريقه تبعد ولدك عن ولدي طلال، ولا ببعد بنفسي. هدي اعصابك يا ابو حمد. ارجوك يا دكتور، خلني اطلع اللي في قلبي. يا اخوي ابو حمد، هذا ولدي وليد قدامك، سوي فيه اللي تبي، اعتبره ولدك. لا ايش دعوه. على السلامه يا وليد. ان شاء الله عدوينك يا رب. ها ما قلت لي ايش اخبار السياره؟ اي سياره؟ افدها الف سياره. وين الورد اللي وصيتك عليه؟ لمحه بصر. هو احنا عندنا اظلم وليد. طول عمرك. يلا انا رايح اجيب الورد. امل حبيبتي تقدرين تروحي الجامعه الحين؟ أنا بظل معي لحد ما ترجعين. تسلمين يا مرت أبوي. إيش هالكرم اللي نازل عليها؟ من يوم ما ردت من السفر وهي متغيرة. تعتقدي إنها عقلت؟ إلا قولي قاعدة تخطط حق شيء، والضحية أكيد الوالد. أقول سعاد روحي أنت الجامعة وأنا بقعد معك. السلام عليكم. السلام عليكم. ها شو اخبار الاشقياء الثلاثه؟ انت تشجعهم بتخفيف الموقف. الموقف محتاج التخفيف بعد ما وقع الفاس على الراس.
سعاد اختي الاستاذ عادل. سعاد مع حق يا عادل. ارجوك خلي الاولاد يحسوا بغلطتهم. يلا امل تاخرنا على المحاضره. يلا اقول ما تبوني اوصلكم؟ لا شكرا انت عارف اني معي سيارتي. مع السلامه. مع السلامه. حياكم الله. دير بالك على وليد. زين. فيصل. نعم. اذبح 20 خروف لسلامة وليد. هاي وليد يستاهل نذبح له بعير. ايه شكر ربك ها كتب لك عمر جديد. الحمد لله. ايه والله الحمد لله الله يحارسهم بعيونه. اي والله استاذ عادل. نعم. هذه الوالده وهذا اخوي طلال. شرفنا. يا هلا يا هلا فيك. يا هلا بعادل. استاذ عادل هذا اخوي وائل. هلا وحبا. هلا ها وائل هلا. حد زارك اليوم؟ يا اخوي ابو حمد هذول عيالنا ما لازم نفرق بينهم. يا ريت يا ريت يا دكتور يكون لنا اجتماع دوري نناقش فيه مشاكل عيالنا. انتم فيها وما ينقصكم الا الصراحه. خلاص اخوي ابو حمد ايش رايك نجتمع في النادي وانا اتصل بو فيصل يجينا هناك. ايه ما يخالف ما عندي مانع. مشكور يا دكتور على اهتمامك بالعيال. هذا واجبي يا ابو حمد. شكرا يا دكتور واحنا نستاذن نقول لك مع السلامه. مع السلامه واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. مشكور وما قصرت. حياكم الله. قلت لي انها بالجامعه؟ هي نعم مع امل في كليه التربيه. ما ادري وين راح يوسف. طفشت يروح يجيب بقي ورد ولحد الحمايه. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالكم يا عيال؟ هلا 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 ابو وليدي. هلا هلا يا هلا مرحبا وليدي عادل عمك ابو حمد. يا هلا يا هلا يا هلا يا مرحبا. الشرف يا ابو حمد. يا الله يخليك يبارك فيك. ايوه عاد ما وصيك على ابوك دير بالك عليه. ولو انا ابوي ما في داعي توصيني عليه. اي الله يخليكم حق بعض. الله يخليك. اقول يا محمد انا بروح النادي تبين شيء؟ لا والله سلامتك يا ابو حمد بس تجيب بسرعه. اي اي ما يخالف. وش فيك؟ ايش فيك؟ لا تستاذن منها ولا شيء ما شفتني. سو مثلي. يلا فوالا. قلت لك ما حبيت اعلمك بالموضوع وانت حامل. يا سلام يا سلام عليك. يعني خفت على اللي في بطني ها؟ ما خفت على اعصابي اللي تلفت لما ترد بسلامتك؟ لا اله الا الله. وين انا جيت وبعدين معاك انت يا بنت الحلال؟ قلت اطمن على الولد اشوفه شلونه وبعدين ايه اقول لك. الله الله مو انا طرطوره عندك في البيت؟ طرطوره ولا مو طرطوره؟ لا غرابه. أن يكون القاسم المشترك الأعظم بين أكثرية الشباب من جيلنا هو ضعف الثقة بالنفس. فالشباب في هذه المرحلة يتعرضون لتحديات جديدة لم يهيئوا لها التهيئة الكافية. ولكي يكونوا كفءاً لهذه التحديات لابد أن يكونوا قد عاشوا وتربوا تربية مهيئة تربية مشبعة بعناصر التشجيع والتحفز الإيجابي. ولتضامن الشباب عاطفياً وشعورهم بالتواكل وشعورهم بالحماية الزائدة نخلق لديهم العجز عن التكيف الاجتماعي وعدم القدرة على الملائمة مع الآخرين. الأمر الذي قد يسبب الانحراف النفسي والاجتماعي. بسم الله عليك انا ضعيف. هذه يمه هالمره تحمل بروحك. زين بسم الله.
لا قول يا محمد. نعم. سعاد بنتك؟ اي نعم بنتي. ايه حلوة وايد. الله يخليها لك. شكرا. الله يخليك تحلى ايامك. اه يا راسي راسي عورني، حكيكم يزيد العوار. اخ يا راسي وهم اخ بعد انا راسي عورني ميت راسي اخ. شو رايكم يا جماعة نروح للاستراحة؟ يلا على راحتك. لا تخاف حبيبي، ماني رايحة. انا زين، ولا تواعديني امه. السلام. حياك الله. راحوا اوف، ما بغي يطلعون. ايش فيك؟ نبي وشوش؟ سجاير؟ يا جماعة السجاير ممنوع هني بالمستشفى. يا هو مش عليهم زين. اي والله يا وليد تكفى، وانا بعد. هلا جبنا لكم الورد. هلا والله. هلا والله. هني مشكور. لو سمحت خلي الورد برا على الغرفة. ليش؟ يضرب التنفس. والدخان بعد ممنوع. ليش؟ وين راحوا الجماعة؟ خليك من الجماعة الحين وعلمني. جيب معك وشوش؟ سجاير؟ لو تبي كرز كامل جبت لك. شوف خذ هذول دحين. بيبي قوم قفل الباب وقفله بالمفتاح وبلع المفتاح. اقول ممكن اسكر الباب؟ ممنوع. ولو سمحت يعني ممكن تغادر المستشفى الحين وتقول للجماعة اللي معك انهم يرجعوا لوقت الزيارة. زين. يلا شباب. انا رايح وارد لكم وقت ثاني. حياك الله. تشاو. تشاو. شكو؟ اسمعي انا ما اسمح لك تدخلين بخصوصياتي، فاهمه؟ تعال زين. وكيل السيارة تحطمت. السيارة عند ابو عادل مثل اللعبة. على العموم يا استاذ حمد، بلغ الطلبة اللي يريد يزور وليد وزملائه ينتظرون عند باب المدرسة الساعة 4. أنا طال عمرك ما تدخل بخصوصيات أمل، لكن اللي حاسة إن هي تختلف عنكم. معك حق، وهذا شيء طبيعي لأن هي متأثرة بدراستها. تفضل. كل شيء تمام. الحمد لله. والدك بنفسه أشرف على عملية ذبح الخرفان. تمام. طيب استاذ عادل، انا استاذن، عندي موعد مع شركه جي ار. زين ماجد، حاول توزع عليهم اكبر كميه ممكن لان هذه الشركه مستواها المادي وايد زين. اي ولا يهمك، لا توصي حريص. يلا انا دنكم. حياك. حياك الله. ايش فيك انا مضايق؟ طموحاته اكبر من مستواه. المفروض انك تعلمه حدوده. لا تخاف. لا تخاف، أنا أعرف شغلي زين. أخوها ومهتم فيها، وأنا مو قادر أكلمها ولا أبين لها اهتمامي لأنها مو معطتني فرصة أكلمها. وسعاد الله يهداها مو راضية تخدمني، كانها تبيها لحد ثاني. آخ يا القهر. إيه الكل يتطور ويتغير إلا أبهاتنا وأمهاتنا، مكانك سر. إحنا ما نبي منهم شيء إلا أنهم يسكتون عنا ويعطونا حرية التصرف. يه صكين علينا صكة. أنا عاد ما يهمني كل هذا، كافي علي أشوفهم متفاهمين ويتركون هالنجرة. أنتوا تقدرون تحققون كل أحلامكم لو كل واحد منا أصر على موقفه إلي ما هم يحسون باللي إحنا نبيه. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالك يا بطل؟ كيف حالكم يا شباب؟ طيبين ان شاء الله بالعافيه. اهلا وسهلا. حقيقة أصدقائكم أصروا بزيارتكم ويتمنوا لكم الشفاء العاجل. الصراحة يعني احنا نتمنى ان إقامتكم ما تطول في المستشفى وان تكونوا بيننا في أقرب وقت. باسمي وباسم طلبة الصف نتمنى لكم ان شاء الله الشفاء العاجل.
وانا طلبت من احمد انه يمر عليكم ان شاء الله بعد كل يوم دراسي عشان يراجع معاكم المواد الدراسيه حتى ما يفوتكم كثير. على العموم يعني لا نطول عن الحديث فنتركم عشان ترحون. يلا مع السلامه. يلا مع السلامه. شوفوا على عادي. حياكم الله. شوفكم عافاكم الله. شدوا حيلكم. يا مرحبا. الصراحه انا مستغرب وانا مثلك بعد. ها الحين من حادث سياره الين قلبت صارت مهرجان ترحيبي. والله عجيبه. صدقون امس كنت خايف ارد البيت واليوم الكل مهتم فينا. يا اخي يا اخي وش لا الحسد يا اخي كل هذا من مصلحتنا. خلي الواحد ياخذ حريته شوي. هلا مرحبا امل. اهلين ماجد. ما ودكم تروحون المستشفى؟ طبعا بروح. وانت يا امل؟ يا يا وراكم. وانا بروح مع امل. مع السلامه. مع السلامه. لمت وانا على هالحاله هذه. تعبان تعبان يا وداد. الجماعه احرجوني خلوني اضغط على وائل وطلال اكثر من وليد. وليد لما الحين ياهل يتهموني فيه؟ يقولون لي ولدك وليد خطر على ربعه. لا تسمع حكيهم وخلي الولد على حريته ولا تعقده. وبعدين اذا ما يبون يمشي وياهم خلي عيالهم يبتعدون عنه. اعطيني حبوب الضغط حاس راسي بينفجر. لا سلامتك. هلا ولدي ان شاء الله احسن الحين. والله الحمد لله يما اشوى. نمت يوم البارح؟ كل شيء ما يعني نوم بالمره. تتقلب الفراش يعني كان ماسك عورك وايد يعني ما بس الحمد لله يعني احسن من امس. الحمد لله. الله يبارك على نفسك وعلى صحتك. العمر يما انت ما قصرتي وياي تعبتك وياي وايد. اسمعني خير يا ولدي سلامتك. شيء عورك؟ تبين انا اديلك الطبيب؟ لا ماكو شيء. الله يرحمها يا ولدي. كانت رحلتها تتمنى تشوفك وانت ريال وتارس يدومك. لكن يلا مع علي البركه في الوالد الله يخلي لكم. ماكو شيء بالدنيا يعوض حلمي اللي انت عايشه. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون العيال؟ شلون العيال؟ تعبانه تنتعاده. الله يسعدك. شو هالحمى؟ ها يما ولد شلونك؟ خير الحمد لله خالتي. اشوان الحين ابوي؟ الحمد لله. الحمد لله. طال شلونك يما؟ الحمد لله فيصل. الحمد لله يما اللي الله سلمكم. الله ما يقصر. شلونك وائل؟ هلا يما. شلونك يا نظار؟ الحمد لله رب. عسى اشوال الحين. الحمد لله. شو اخبارك انت؟ ايه يا يما شو اخبارك؟ ايش فيك؟ ما جيت اليوم تشوفني من الصبح ويا ابوك ماكل قلبي اكل مخليني مسبحه مثل المجنونه ادور من بيت لبيت. الحمد لله اني في المستشفى. اقول وليد ابوك يسلم عليك وايد وهو ما قدر يجي معي اليوم لانه تعبان شويه. دري بالك على ابوي. تكفين. تتوصيني على زوجي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالكم يا عيال؟ هلا هلا يبا. هذه انت ام داش تسبقيني وانت تقعدين هني راسه وجهك. وانا بعد لو انت في المستشفى ما طفيت. بالطقاق. يبا. والله حالة وياك ابو فيصل ايش فيك انت؟ اول هوتون. يا هلا ابو حمد. يا هلا ابو فيصل. بعد ما قدر اليوم لانه تعبان. سلامته ايش فيه؟ متوهم ان ضغطه مرتفع بسبب الحادث. سلامته سلامته ما يستاهل ابو عادل ما يستاهل. اي والله ما يستاهل. يلا عاد تنطر لازم نروح نزوره. نروح له يلا. اي والله توكل على الله. وسمعوا انتوا عن الحنه والرقله والغن واهتموا بعيانكم. يلا سلام عليكم. امشي 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 اترك المنطقه. يلا يا محمد. يلا يا فيصل خلينا نخليهم يرتاحون. يلا وليد
نشوفك ان شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. دير بالك على صحتك. وراي شغل في البيت بروح اشوف ابوك. تاخذنا بشيء ولدي. مع السلامة. مع السلامة. يلا فيصل. بس انت من الشكوى بس انت يلا. ان شاء الله. يلا يما. خل بالك من روحك. ان شاء الله. وبعد احنا تعودنا من زمان واحنا نتهاوش ان شاء الله احنا بس نروح البيت ونتصالح زين يما ادري يلا مع السلامه حياك الله مع السلامه يما خلنا نقول لكم مبروك ان شاء الله الله يحفظكم يما مع السلامه الله يسلمكم ما بغوا يطلعون هذيلا ايش فيك تضايقت طبعا نفخ راسي من القلقه والحكي الزايد وبعدين هاي الممرضه باطه كبدي ترى ايش هيك تاخذ باكيت سجاير هذه محول الحين متذكر انسى زين شو تسوي بعد يعني وائل بعدين وياك انسى خلاص عاد فيك يبا الحين بدك اضحك 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 يلا طب اضحك اضحك يلا يبا ايش ماخذ منها مرحبا شباب هلا هلا والله هلا والله كيف احوالكم وينك انت ليش تاخرت انا بالخدمه لا وجايب لكم مجلات حق تالي الليل الحلال ممرضة مانعتنا من تتتن شفيك انت منعتكم انتم بس ما منعتني انا شو يعني؟ يعني انا راح ادخن طب احنا بعد مش مش يعني مش عندك سر خاطر كاي اه وانت بعد؟ تفضل اخوي طلال شكرا تفضل اخوي وائل ان شاء الله كله خير ما صار ايه خلنا نريح شوي ايه لازم يقول سريع سريع ان شاء الله ان شاء الله يا كريم اي والله ام انتم اليوم يا جماعه قومتوني من الفراش وانا لها الحين حاسس بتعب خلي الفراش المرضى وما شاء الله انت شوف صحته يا جماعه هذا مريض طع الوجه الوجه لك شكرا الله من الحمد لله رب العالمين ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك صدق انت على الوجه يعني عزيزك ايوه اقول ها الجماعه صدق القعده هنا ترد الروح اي والله ترد الروح ايش رايكم ايش تشربون يا جماعه الخير كل طلباتكم على حسابي ولا يهمكم كفو كفو محمد قدها ما يقصر لا والله يا اخوي ابو فيصل لا 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 ما لي نفس في اللعب ابدا واللي هم قال ما لي نفس العب ما لازم يبا هاي ليش حق جاي النادي ما تقول لي كله مالك خلقه بس كله مسوي نفسه مريض العب مع ابو حمد ولا انت هم مالك خلق تلعب خلك من اللعب الحين وخلنا نتكلم في شيء مفيد بس انا يا اخوي ابو حمد وعدتك اني ابعد وليد عن طلال يبا وليد وائل وطلال يعني احنا امنا جايبينهم كلهم عيالنا يا ابو عادل لو كل واحد فينا اهتم بولده كان ما صار اللي صار يا ابو حمد احنا ترى ما احنا قادرين نراقبهم 24 ساعه ما حد يقدر عليهم اللي بروسهم بيسوونه تعالوا يا جماعه وخلونا نستلم انفسنا واحد واحد ابو فيصل متكل في تربية عياله على زوجته وزوجته ما شاء الله متكلة في تربية عيالها على زوجها اللي هو ابو فيصل والعيال تربوا على البركة على البركة احسن طريقة للتربية بدون عوار راس ما اعتقد انه وجع الراس رجع علي واستشرت طبيب استشرت طبيب واعطاني كوم ادوية زين ايش رايك نمر على عيادة الدكتور نبيل اخصائي الاعصاب ما في داعي تتعب نفسك يا رجل
يا رجال لا تتكيسل ما دام احنا في اولها. يلا قوم يلا يلا قوم. خلاص انا ما بشرح لكم الدرس الثاني. الله يرزقك يا اسبوع على المجله. مين جايبه؟ انا لو ادري منين جايبهم هذا مني مجله جديده تلق بقراطيسه. شلون دشت البلاد وين؟الظاهر انكم انتم لاهين عني. لا بالعكس احنا بس صامين الدرس الصمت. صامين الصف. لاني ما يحتاج تعب نفسك ويانا. اقول اخوي احمد تحب تقرا مواضيع ثقافيه؟ اي انتوا ايش جالسين تقروا؟ لا يكون كتابي مختلف عن اللي في ايدكم. لو بغيت الصج احسن منه بألف مره، قصدي اكثر تطور. هذه يا استاذ احمد ثقافه اجنبيه. تعال 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 متع ناظريك تعال. انا بصراحه غلطت لما تبرعت بمساعدتكم ولا انتم ما تستاهلوا. ها الصبر احنا يا اخبار دراسه. سلم عليك. هلا استاذ. هلا سعد اخوي. ايش فيكم؟ ابد تمام. ايش فيكم؟ شيك في شيء؟ طيب ما ادري ايش صار. لا تكون غلطتوا عليه. لا بصراحة أستاذ حمد إحنا مو محتاجين. إي صح صح. يا أخي أستاذ حمد ما يعرف يشرح وقاعد يشوشر على معلوماتنا. خلاص 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 أنا اللي بعطيكم الدرس. أستاذ حمد إحنا تعبانين ونبي ننام وبعدين يعني يا أستاذ حمد إحنا بإجازة يعني فاسمح لي يا أستاذ حمد ما نبي أي واحد يدرسنا. excuse me ترفضوني أنا؟